أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مراجعة دروس التراكيب. حصتنا لهذا اليوم تتمحور حول درسي التمييز والمستثنى بإلا. لاحظوا معي الوضعية التالية. قامت أميمة باستخراج أسماء منصوبة من الفقرة التي أمامنا وطلبت منك مساعدتها في إعراب هذه الأسماء واستخراج نوعها أو نوع الكلام. بعد مرور 60 يوما من الدراسة عن بعد، عاد التلاميذ إلى المدرسة إلا وليدا، حيث فاضت قلوبهم سرور بهذه العودة. بعد نهاية الحصة اتصلت الأستاذة بوليد لتطمئن عليه، فلم تسمع عنه إلا خيرا. إذن من خلال هذه الفقرة التي أمامنا، قلنا بأن أميمة استخرجت أسماء منصوبة، لكن هذا النص يتحدث عن عودة التلاميذ بعد انتهاء الحجر الصحي الذي نتمنى أن يزول إن شاء الله في القريب العاجل، وفرحهم وسرورهم بالعودة إلى المدارس. لاحظوا جيدا، يوما بعد مرور 60 يوما من الدراسة عن بعد، كي نعرب هذه الكلمة تخيلوا معي، إذا قلنا بعد مرور 60 من الدراسة عن بعد، هل تعرفنا على 60 ماذا؟ 60 شهرا، 60 سنة، 60 يوما. إذن فيوما اسم منصوب جاء ليبين المراد من اسم مبهم قبله، اسم مفرد. إذن وكما تعرفنا خلال الدروس السابقة، فالاسم المنصوب الذي يبين اسما مفردا قبله يبين المراد منه يسمى تمييزا، يسمى تمييز. إذن فوليدا تمييز، تمييز منصوب كما تلاحظون. نعم، عاد التلاميذ إلى المدرسة إلا وليدا. عاد التلاميذ إلى المدرسة، هل عاد كل التلاميذ إلى المدرسة؟ طبيعة الحال لم يعودوا جميعهم، بل تم استثناء وليد لأنه تغيب عن الحضور. إذن ماذا نقول؟ وليدا جاء بعد أداة استثناء. إذن فوليدا فهو مستثنى. مستثنى من ماذا؟ من التلاميذ. إذن عاد التلاميذ ولكن وليدا لم يعد، إذن نقول أنه مستثنى من هؤلاء التلاميذ، فيعرب مستثنى، مستثنى منصوب من طبيعة الحال كما تلاحظون أمامكم. إذن حيث فاضت قلوبهم سرورا بهذه العودة، بماذا فاضت قلوب التلاميذ؟ هل فاضت حزنا؟ لا قدر الله، بل فاضت سرورا. إذن سرورا ميزت ماذا؟ هل ميزت اسما مبهما مفردا قبلها؟ بل ميزت جملة، ميزت جملة. إذن فهو يسمى أيضا تمييز، تمييز منصوب، تمييز منصوب. نعم، خيرا. ماذا سمعت الأستاذة عن وليد عندما اتصلت بأسرته؟ سمعت خيرا. ما هو إعرابها؟ ما هو إعرابها؟ قبل ذلك لنعود إلى المثال الأول، ثم سندع هذا المثال إلى الأخير لنشرحه جيدا. إذن يوما تمييز منصوب، ما هو نوع هذا التمييز؟ قلنا أنه تمييز مفرد، إذن يسمى تمييز، التمييز الملفوظ، تمييز الملفوظ، تمييز الملفوظ. نعم، وليدا مستثنى منصوب. إذن وليدا مستثنى منصوب، كيف هو الكلام في هذه الجملة؟ عاد التلاميذ، هل هو مثبت أم منفي؟ لا تشاهدون أي حرف من حروف النفي. إذن فهو الكلام مثبت، الكلام مثبت. نعم، والمستثنى منه هل هو مذكور؟ من الذي عاد؟ التلاميذ. ووليد عنصر ينتمي إلى التلاميذ، إذن فالمستثنى منه، المستثنى منه مذكور، مذكور وهو التلاميذ.
إذن في هذه الحالة كما تعرفنا في درس الاستثناء، عندما يكون الكلام مثبتاً ويكون المستثنى منه مذكوراً، بماذا يعرب؟ المستثنى يعرب مستثناً منصوب، يعرب مستثناً منصوب. نعم، وهو يأتي بعد أداة استثناء. سروراً، قلنا أنه تمييز منصوب. ماذا ميز؟ ميز جملة. إذن تمييز الجملة يسمى تمييز الملحوظ. تمييز الملحوظ، إذن فهو تمييز ولكن نوعه تمييز الملحوظ، ويسمى أيضا تمييز الجملة لأنه يميز لي جملة مبهمة قبله. خيرا الآن، لاحظوا جيدا، لدينا أداة استثناء. إذن هنا نتحدث عن أسلوب الاستثناء. جيد، لم تسمع عنه إلا خيرا، هل الكلام مثبت أم منفي؟ لم تسمع، الكلام منفي من طبيعة الحال، الكلام منفي. نعم، والمستثنى منه هل هو مذكور؟ لم تسمع عنه إلا خيرا. خيرا هو جزء من المستثنى منه، هل هو مذكور هنا؟ ليس مذكورا، إذن غير مذكور، غير مذكور. إذن أعزائي التلاميذ، كما تعرفنا في درس الاستثناء، إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه غير مذكور، فالمستثنى يعرب حسب موقعه في الجملة. وحتى أعربه إعرابا جيدا، نحذف أداة الاستثناء، عفوا، نحذف حرف النفي ونحذف أداة الاستثناء، ونقول تسمع عنه خيرا، تسمع الأستاذة خيرا. إذن فخيرا جاء مفعولا به، جاء مفعولا به، مفعول به منصوب من طبيعة الحال. إذن في هذه الحالة يعرب حسب موقعه في الجملة. إذن نمر الآن إلى تعريف هذا التمييز، تعريف التمييز وأنواعه، تعريف التمييز ونذكر أنواعه من طبيعة الحال. إذن فالتمييز قلنا بأنه اسم نكرة يأتي لبيان المراد من اسم مبهم قبله. إذا كان اسما مفردا يسمى تمييز الملفوظ، أو جملة مبهمة. إذا كان ما قبله جملة يسمى تمييز الملحوظ. نمر إلى هذه الأنواع مع بعض الأمثلة. إذا قلنا أن تمييز الملفوظ ما يكون مميزه مفردا، فهو يميز اسما مفردا قبله. نعم، ويكون ملفوظا من طبيعة الحال. لاحظوا جيدا، صمت 30 يوما، صمت 30. إذا قلت صمت 30، 30 ماذا؟ عندما أقول 30 يوما، فيوما تميز هذه الكلمة المبهمة التي قبلها، تميزها. و30 ما هو نوع هذه الكلمة؟ هو عدد. إذن يسمى تمييز العدد، فيوما يميز لي عددا مبهما قبله. نعم، مثال آخر، تمييز المساحة. زرع الفلاح هكتارا قمحا. إذا قلت زرع الفلاح هكتارا ووقفت عن الكلام، هكتارا ماذا؟ هكتارا شعيرا، هكتارا ذرة، هكتارا قمحا. إذن فقمحا اسم منصوب بين المراد من اسم مبهم قبله، لذلك فهو يسمى تمييز المساحة، لأن هكتار تدل على المساحة كما تعرفت عن ذلك في دروس الرياضيات. من طبيعة الحال بأن الهكتار هي واحدة من وحدات قياس المساحة. اشتريت كيلوغراما لحما، اشتريت كيلوغراما لحما. قد أقول اشتريت كيلوغراما وأتوقف عن الكلام، هناك عدة احتمالات، كيلوغراما موزا، كيلوغراما دجاجا مثلا، ولكن عندما أقول اشتريت كيلوغراما لحما، فلحما فهو اسم منصوب يبين المراد من اسم مفرد مبهم قبله. ما هو نوع هذه الكلمة كيلوغراما؟ هي واحدة من وحدات قياس الوزن، لذلك يسمى تمييز الوزن. ثم المثال الأخير، شربت كوبا حليبا، شربت كوبا حليبا. شربت كوبا ماذا؟ كوبا عصيرا، كوبا قهوة مثلا، ولكن عندما أقول كوبا حليبا، فحليبا أعزائي التلاميذ هو اسم منصوب يميز اسما مبهما قبله. كوبا، الكوب نضع فيه السوائل، مثلا العلبة، مثلا إذا قلت اشتريت علبة شوكولاتة،
فالشوكولاتة تميزت ماذا يوجد داخل العلبة. إذن فالعلبة نضع فيها أشياء أو بضاعة أو لذلك يسمى الكيل، تمييز الكيل. فالكوب أو الصندوق أو العلبة كلها تدخل في تمييز الكيل. نعم، إذن نمر إلى النوع الثاني من أنواع التمييز وهو تمييز الملحوظ. وقلنا بأن تمييز الملحوظ يكون مميزه ملحوظاً من الجملة التي قبله. مثال: زرعت الحديقة. ماذا زرعت الحديقة؟ هل زرعتها ورداً؟ أم زرعت الحديقة مثلاً زهوراً؟ أم زرعت هناك مجموعة من الاحتمالات التي قد أزرع في هذه الحديقة. إذن هنا عندما نقول ورداً فورداً جاء تمييزاً، ميز جملة وهي المميز، لذلك يسمى تمييز الملحوظ وهو يأتي ملحوظاً في الجملة. إذن بالنسبة للاستثناء، قلنا بأن الاستثناء هو إخراج اسم من حكم ما قبله بواسطة أداة، هي أداة الاستثناء من طبيعة الحال. والمستثنى اسم يقع بعد أدوات الاستثناء منها إلا، هناك سوى، هناك عدا، سوف تتعرفون على أنواع الاستثناء أخرى في المستوى السادس إن شاء الله تعالى. إذن متى يأتي المستثنى منصوبا؟ إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى منه مذكورا، كأن نقول مثلا حضر التلاميذ إلا عليا، حضر التلاميذ إلا عليا، فحضر حضر تعني أن الكلام مثبت والتلاميذ هو المستثنى منه، إلا حرف استثناء أو أداة استثناء، عليا مثلا أو أحمدا هو مستثنى منصوب. إذن إذا كان الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور يعرب مستثنى منصوبا. الحالة الثانية يعرب فيها المستثنى منصوبا أو بدلا مرفوعا. متى؟ إذا كان الكلام منفيا، كأن نقول لم يحضر التلاميذ إلا أحمدا، لم يحضر التلاميذ إلا أحمدا، هنا أتى مستثنى منصوب. يعني كلام منفي، لم يحضر التلاميذ، ولكن المستثنى منه مذكور. الحالة الثانية قد يعرب بدلا مرفوعا، كأن نقول لم يحضر التلاميذ إلا أحمد. إذن في هذه الحالة فأحمد فهو مستثنى، عندما نقول أحمد فهو بدل مرفوع، المبدل منه هو التلاميذ. إذن في هذه الحالة هناك احتمالان. يعرب أيضا حسب موقعه في الجملة كما رأينا في الأمثلة السابقة، إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه غير مذكور، كأن نقول مثلا حضر أو ما حضر إلا أحمد، ما حضر إلا أحمد، كأن نقول ما حضر إلا أحمد. إذا أزلنا ما وإلا تبقى حضر أحمد وهو بطبيعة الحال فاعل مرفوع. نمر مباشرة إلى هذه الأنشطة كي نثبت مكتسباتنا. تفتحت الأزهار إلا البنفسجة. لاحظوا جيدا، هل الكلام مثبت أم منفي؟ تفتحت الأزهار، يعني الكلام مثبت، كلام مثبت. نعم، المستثنى، أين هو المستثنى؟ تفتحت الأزهار، هل كل الأزهار تفتحت؟ زهرة واحدة لم تتفتح وهي البنفسج. إذن البنفسجة هو المستثنى. نعم، إعرابه، ما هو إعرابه؟ تفتحت الأزهار، إذن لاحظوا جيدا المستثنى منه مذكور. إذن الحالة الأولى الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور، إذن فهو مستثنى منصوب، مستثنى منصوب. نعم، الجملة الثانية، ما تفتحت الأزهار إلا البنفسجة. هل الكلام مثبت أم منفي؟ أداة نفي، إذن الكلام منفي. نعم، المستثنى، أين هو المستثنى؟ البنفسجة. المستثنى منه، لاحظوا جيدا المستثنى منه مذكور، إذن الحالة الثانية يعرب مستثنى منصوب. إذن البنفسجة، دائما البنفسجة بنفسجة بنفسجة، نعم، وهنا أيضا مستثنى منصوب، مستثنى منصوب، مستثنى منصوب. الحالة ضمن، نبقى في الحالة الثانية ولكن مع المثال الآخر. ما تفتحت الأزهار إلا البنفسج، لاحظوا جيدا قد يأتي بدلا مرفوعا. إذن
هنا الكلام منفي، ما كلامه منفي، والمستثنى منه مذكور. المستثنى هو البنفسج. بنفسج، وقد أتى بدلا مرفوعا، بدل مرفوع. إذن حتى المعنى يتغير، ما تفتحت الأزهار إلا البنفسج. هنا البنفسج هو الذي تفتح. في الجملة الأولى تفتحت الأزهار إلا البنفسج، البنفسج لم يتفتح. نعم، إذن نضيف النقطة هنا. جيد، المثال مثال الحالة الثالثة، ما تفتح إلا البنفسج. ما تفتح إلا البنفسج، الكلام مثبت أم منفي؟ طبيعة الحال كلام منفي بأداة نفي. أين هو المستثنى منه؟ غير مذكور. إذن فنحن في الحالة الثالثة، ماذا يعرب المستثنى؟ البنفسج يعرب حسب موقعه في الجملة. قلنا نحذف حرف النفي وأداة الاستثناء، فيتبقى لنا تفتح البنفسج، والبنفسج بطبيعة الحال فاعل مرفوع، فاعل مرفوع. نمر إلى النشاط الموالي. لاحظوا جيدا، لدينا فقرة سنحاول من خلالها أن نستخرج التمييز ونبين نوعه وإعرابه. يوجد منزل عمتي على بعد 40 كيلومترا من المدينة، بجانبه حقل مساحته هكتار من الأشجار. يحتوي المنزل على 7 غرف، وهو أكبر منازل القرية مساحة وأكثرها تهوية لأنه يطل على 4 واجهات. نعم، يوجد منزل عمي على بعد أو عمتي عفوا على بعد 40 كيلومترا. ما هي المسافة الفاصلة بين المدينة ومنزل العم؟ 40 كيلومترا. جيد، تخيلوا معي لو قلت يوجد منزل عمتي على بعد 40، قد أقصد 40 مترا، قد أقصد 40 قدما. إذن هناك مجموعة من الاحتمالات، ولكن عندما أقول كيلومترا فأنا أميز الكلمة المبهمة التي قبله، وبذلك يسمى تمييز. يعني كيلومترا، التمييز هو كيلومترا، كيلو مترا. نعم، ما هو نوع الكلمة المبهمة التي قبله؟ 40 هو عدد من طبيعة الحال، إذا نوعه هو تمييز الملفوظ، تمييز الملفوظ، ونوعه هو تمييز العدد، يعني نميز 40 و40 عددا. نعم، بجانبه حقل مساحته هكتار من الأشجار. بجانبه حقل مساحته هكتار، هكتار من ماذا؟ هكتار من القمح، هكتار من الشعير، هكتار من الأشجار. إذن فالأشجار جاءت تمييزا، لاحظوا جيدا، جاءت تمييزا مجرورا، فقد يأتي مجرورا بمن في هذه الحالة. إذن ميز لي هكتار، وهكتار ما هو نوع هذه الكلمة؟ هكتار هي واحدة من وحدات قياس المساحة، إذن فهو تمييز الملفوظ طبيعة الحال ميز لي مساحة، المساحة. نعم، يحتوي المنزل على 7 غرف، يحتوي المنزل على 7 غرف. نعم، نسجل التمييز الأشجار، فهم؟ أشجاري. نعم، يحتوي المنزل على 7 غرف. لو قلت يحتوي المنزل على 7 مطابخ، 7 غرف، 7 شرفات، لأن هناك مجموعة من الاحتمالات، ولكن عندما نقول 7 غرف فقد ميزت الكلمة المبهمة التي قبلها. إذن غرف، ما نوعه؟ تمييز الملفوظ طبيعة الحال، تمييز الملفوظ. ماذا ميز لي؟ ميز عددا، 7 وهو عدد. نعم، وهو أكبر منازل القرية مساحة. أكبر منازل القرية ماذا؟ مساحة. إذن مساحة هو التمييز، مساحة، مساحة. ولكن هل ميز اسما مفردا؟
بل ميز جملة أكبر المنازل. إذن فهو تمييز الملحوظ، تمييز الملحوظ، تمييز الملحوظ، وبطبيعة الحال تمييز الجملة. نعم. مثال آخر: وأكثرها تهوية. أكثر المنازل ماذا؟ أكثرها تهوية. إذن فتهوية هو تمييز، تهوية. تمييز ماذا؟ أكثرها تهوية. وقد ميز لي جملة، إذن فهو تمييز الملحوظ، تمييز الملحوظ، تمييز الملحوظ. نعم، لأنه يطل على أربع واجهات. على أربع ماذا؟ أربع واجهات. إذن فواجهات تمييز، هل هو تمييز جملة؟ بل تمييز، ميز اسما مفردا، إذن فهو تمييز الملفوظ، تمييز الملفوظ. نوعه هو تمييز العدد من طبيعة الحال، لأن ميز اسما مفردا قبله أربعة. إذن كيلومترا هو تمييز، إذن إعرابه هو تمييز منصوب. الأشجار من حرف جر الأشجار اسم مجرور، وهو حرف والجر ومجرور في محل نصب، تمييز. إذن تمييز مجرور، نورمال تمييز. نقول إذن الأشجار اسم مجرور، والجار والمجرور في محل نصب تمييز. إذن غرف على سبع غرف، إذن فهو أيضا تمييز. تهوية أيضا تمييز، وواجهات أيضا تمييز. إذن نمر مباشرة النشاط الموالي. لاحظوا جيدا: أثمرت الأشجار إلا شجرة. هنا نتحدث عن الاستثناء، أثمرت الأشجار إلا شجرة. كيف هو الكلام؟ أثمرت الأشجار، الكلام مثبت. نعم، والمستثنى منه مذكور. إذن فالمستثنى يعرب مستثنى منصوب. إذن شجرة هو المستثنى، شجرة. مستثنى، مستثنى منصوب، مستثنى منصوب. نعم، إذن هل أثمرت كل الأشجار؟ أثمرت كل الأشجار إلا شجرة واحدة. نعم، ما أثمرت الأشجار إلا شجرة. كيف هو الكلام هنا؟ الكلام منفي. إذن شجرة هو المستثنى. نعم، نوعه ما أثمرت الأشجار. إذن الكلام منفي، مستثنى منه مذكور، إذن هو مستثنى منصوب، مستثنى منصوب. ما أثمرت إلا شجرة، الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، إذن نحذف ما وأداة الاستثناء أثمرت شجرة، فهو فاعل مرفوع. إذن شجرة هو المستثنى وهو فاعل مرفوع، فاعل مرفوع. إذن أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تعم الفائدة وأن تكونوا قد استفدتم من خلال هذه الحصة استعداداً للفروض المقبلة إن شاء الله تعالى. وبالتوفيق، إلى اللقاء في فرصة مقبلة بحول الله.